في هذه اللحظة تتواصل عملية انتخاب العملية المزدوجة لانتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد وزائد الأعضاء الاثنى عشر الذين سيسيرون المكتب التنفيذي لاتحادية كرة اليد الجزائرية. العملية كما قلنا تتواصل في هذه اللحظات. أشغال الجمعية العامة الانتخابية انطلقت تقريبا متأخرة لقرابة الساعتين بسبب ضيق القاعة المخصصة التي لم تتمكن من احتواء ربما العدد الهائل من أعضاء الجمعية العامة الانتخابية والبالغ عددهم 91 عضوا من أصل 100 عضو يحق لهم الانتخاب. زميل علي جعفر، البداية كانت بإعطاء 10 دقائق لكل مترشح للحديث وربما التفصيل في مخططه الاستراتيجي القادم إذا ما تمكن من الظفر بعهدة أولمبية جديدة 2017-2020. بالنسبة للمترشح الأول وهو حبيب لابان الذي أكد على ضرورة لم شمل بيت عائلة كرة اليد الجزائرية من دون تفريق، أكد بأن المادة الخام موجودة فقط يمكن فقط الخلل ربما على مستوى العمل القاعدي، كما شدد على ضرورة ربما خلق مديرية فنية وطنية تعنى بشؤون المنافسات الوطنية، وربما على 4 سنوات قادمة إن شاء الله سنظفر ببطولة محترفة بأتم معنى الكلمة. بالنسبة للمترشح الثاني توفيق خليفة رئيس نادي جيل بوفيري كما أسلفنا الذكر، فقد ركز على نقطة ضرورة إنجاح مونديال الشباب من المقرر أن ينظم هنا بالجزائر في جويلية 2017، كما أكد على ضرورة لم شمل بيت كرة اليد الجزائرية أي نقطة اشتراك بين وبين حبيب لبان. العملية الآن متواصلة كما قلت ومزدوجة بين اختيار رئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد وفي الجهة المقابلة اختيار الأعضاء الاثنى عشر من بينهم امرأتان تتنافسان على مقعد واحد. تقريبا هذه هي الكواليس وما يدور هنا في الجمعية العامة الانتخابية التي لا زالت مستمرة وربما ستطول بها الفترة الزمنية لقرابة الساعة 3:30، ربما ستختتم أشغال الجمعية العامة الانتخابية ويعرف على ضوئها الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بين حبيب لابان أو توفيق خليفي لقيادة دفة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد والعودة إلى مصاف المنتخبات على مستوى القارة الإفريقية أو على مستوى الصعيد العالمي. هذا كل ما لدي علي جعفر.